السلام عليكم، أختكم أم نوف. لدي هذا السؤال يا شيخ. أختي من أبي، هل يعتبر خالي من المحارم لها؟ نقول عليكم السلام، أختك من أبيك لا علاقة لها بخالك، خالك أخي أمك، لأنه ليس بخال الله وليس أخا لأمها، فليس محرما لها، اللهم إلا إذا حصل رضاع من أمك لأختك أو من زوجة خالك فإنها تكون بنته أو بنت أخته من الرضاعة، وأما إذا لم يوجد رضاع فإنها أجنبية عنه وليس بمحارمها.